المواقف هنا في المملكة المتحدة على المستوى الإعلامي كوثر وكذلك على المستوى السياسي بشقين، نتحدث عن المعارضة التقليدية ونتحدث عن المعارضة لليستروس داخل حزب المحافظين. كان ينتظر أو كان من رئيسة الوزراء البريطانية ليستروس أعلنت ذلك صراحة في مؤتمرها الصحفي بعد اعتذارها يوم أمس عن تداعيات خطتها الاقتصادية المصغرة التي أعلنت عنها في 23 من الشهر الماضي. الآن السيناريوهات تتجه إلى من ستكون زعامة حزب المحافظين، هذا من جهة إذا ما تمت الانتخابات المحلية فقط داخل حزب المحافظين، على اعتبار أن المواطن البريطاني أعطى صوته منذ عام 2019 لحزب المحافظين، وأن الانتخابات ستظل قانونها الأساسي أو ورقة التمثيلية السياسية مستمرة حتى يناير من عام 2025، وبالتالي يحق لحزب المحافظين تغيير الزعامة. لكن الأكيد أن حزب العمال المعارض سيضغط بكل قوة على اعتبار أن حزب المحافظين استنفذ نعم الورقة على ذكرك الأساس. حزب العمال المعارض الآن زعيم الحزب محمد يدعو لانتخابات عامة وفورا. نعم، يضغط بهذه الورقة على اعتبار أنه أعطى ورقة لحزب المحافظين في انتخابات محلية دون الشارع البريطاني عندما تعمت انتخاب ليستراس، لكنها لم تكن مؤهلة سياسيا واقتصاديا لتدبير أزمة اقتصادية ولجمع لحمة حتى حزب المحافظين الذي بات منقسما. جيرمي هونت الذي كان من بين المرشحين أو من بين من يحتمل أن يترشح لقيادة حزب المحافظين أو للترشح كذلك لرئاسة الوزراء البريطانية تلقائيا، أعلن أنه لن يدخل هذا السباق، ليبقى الاحتمال بين ريشي سوناك وزير الخزانة السابق في عهد بوريس جونسون، وبوريس جونسون نفسه إذا ما قبل أن يترشح يظل احتماله قائما، ووزيرة الدفاع بيني موردنت كذلك يظل احتمالها قائم، وزير الدفاع الحالي بن واليس كذلك يمكن أن يترشح إلى قيادة حزب المحافظين، لكن الأمر ليس بالهين. القادم ينتظره أولا جمع لحمة حزب المحافظين، حلحلة المشاكل الاقتصادية العميقة، بريطانيا تمر بأسوأ أزمة اقتصادية لم تعرفها منذ 4 عقود، أسوأ نسبة تضخم 10.1 نسبة التضخم في المملكة المتحدة، كوثر ليس بالرقم الهين. إذا غادرت ليز تروس بعد 6 أسابيع من التدبير، سمي من طرف المعارضة بالفشل، لم يرضى عنه كذلك المواطن البريطاني. طيب الذي دستوريا بات يعاني من وقانونا محمد الفنيش، ما الخيارات المطروحة الآن وحتى يعني القيام بانتخابات؟ الانتخابات العامة تاريخها يناير عام 2025، ويمكن أن يؤخر أو يقدم في مدة شهرين تقريبا، لكن فيها في ظل هذا الخضم السياسي وفي ظل هذا الصراعات والخلافات القائمة، يحق لرئيسة الوزراء أن تطلب من الملك تشارلز الثالث حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات عامة مباشرة تتنافس فيها جميع الأحزاب السياسية. هذا وارد، لكن لم تعلن عنه رئيسة الوزراء ليستروس، وبالتالي يمكن القول أن ليستروس تريد التنافس على من سيخلفها، أن يتم التنافس فقط داخل حزب المحافظين. الرؤية الأخرى هي أن يطلب زعيم المعارضة زعيم حزب العمال من البرلمان من رئيس البرلمان وبأغلبية مريحة الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وفي هذه الحالة يحتاج إلى دعم طرف من حزب المحافظين، وهذا الأمر صعب جدا. صحيح أن حزب المحافظين منقسم داخليا، لكنه لن يهدي أصواته إلى المعارضة التقليدية. صحيح أنه العشرات أو أكثر من 100 نائب غاضبون على ليز تروس بسبب تدبيرها للمرحلة الاقتصادية، تدبيرها للحزب كقائدة حزب المحافظين الحاكم، لكنهم كذلك متفقون على أن حزب المحافظين
يجب أن يظل دائما مدافعا حقوقه، خاصة أن الانتخابات في 2019 أعطى الناخب البريطاني صوته إلى حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون أنذاك. لكن المواطن البريطاني كذلك هو ورقة ثالثة في ظل هذا الصراع السياسي القائم. المواطن البريطاني بحسب استطلاعات الرأي أعطى 80% الآن من ثقته لحزب العمال، وبالتالي إذا ما ذهب الحزب إذا ما ذهبنا إلى انتخابات عامة في هذه اللحظات أو في هذه الأيام أو في هذا الشهر، فإن المستفيد الأول والأخير هو حزب العمال. والأكيد أن المحافظون لن يذهبوا بهذا الاتجاه، لأنها ستكون بداية نهاية حزب المحافظين على الأقل في السنوات الحالية، سيعرف انهيار. وبالتالي الأكيد أن القيادة داخل حزب المحافظين والصقور داخل حزب المحافظين واعون بهذا الأمر. لكن المواطن البريطاني سئم من تحمل تكلفة الانتخابات. الانتخابات تحتاج على الأقل إلى شهر من أجل أن تعلن عن زعيم جديد. الإعلان عن زعيم جديد والمراهنات بتوجهه السياسي تؤثر على الاقتصاد، وتؤثر كذلك كوثر على حلفاء المملكة المتحدة في الخارج، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، دول آسيا مثل اليابان. كل العلاقات الاقتصادية تصبح متخوفة. من هو الزعيم الجديد؟ لماذا هذا التغير السريع؟ يعني ستة أسابيع كوثر هو رقم قياسي بأن يكون رئيس وزراء حديث يقدم استقالته فقط بسبب فشله في تدبير الأزمة. ليستروس لم تستقيل مثلا نتيجة فضيحة أخلاقية أو نتيجة خرقها للقانون. ليستروس رفعت اليد البيضاء، رفعت الراية البيضاء. صحيح أنه خلاف داخل حزب المحافظين، لكن هذا فقط جزء من الأزمة كوثر. الأصل هو الأزمة الاقتصادية الخانقة. منذ أن أعلنت الخطة الاقتصادية المصغرة رأى المراقبون وخبراء الاقتصاد أن هذه الخطة من وضعها لا يملك بعد نظر اقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية القائمة. وأمام هذا الوضع كوثر ظل يعني فقد حزب المحافظين ثقة كثير من الشركاء الاقتصاديين. كذلك الاستثمار تراجع، نسبة النمو تراجعت، الجنيه الاسترليني تراجع، أزمة في الرهن العقاري، أزمة في تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطن البريطاني. كل هذا الأمر اجتمع هنا في المملكة المتحدة وبات تكلفة على ليستروس التي رفعت اليوم الراية البيضاء وقدمت استقالتها. الوافد الجديد أيا كان، حتى وإن ذهبنا إلى انتخابات عامة، المهمة ليست بالسهلة بل هي عسيرة. لكن على الأقل حزب العمال يملك أو يستطيع صنع علاقات جديدة. حزب المحافظين نتيجة لتدبيره لرئاسة الوزراء وللحكومة منذ عام 2010 مع بداية ديفيد كامرون بتيريزا ماي وبوريس جونسون ونهاية بليستراس، خلق عديد التحالفات على المستوى الخارجي وعديد المشاكل كذلك على المستوى الخارجي. خرج من الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي كذلك ضغط بقوة بسبب الخروج، فرض قوانين قاسية على المملكة المتحدة، أثر ذلك على الاستثمار، أثر على شركات اقتصادية. نسبة المصوتين أنذاك عندما كان بوريس جونسون وحلفائه يهللون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت نسبة التأييد في الاستفتاء 52%، وكان حينها ديفيد كامرون هو رئيس الوزراء، للبقاء في المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي كانت 48%. فوجئ ديفيد كامرون بنتيجة الاستفتاء واستقال، وظلت المفاجآت مستمرة على المستوى الاقتصادي. لكن كوثر من يؤدي فاتورة كل هذه التبعات بالدرجة الأولى هو المواطن البريطاني. نعم. طيب الآن يعني ما من أبرز يعني المرشحين لخلافة ليستراس بعد يعني استقالتها؟ هل ستكون عودة ربما لأسماء سابقة كريشي سوناك، أم ستكون هناك عودة لبوريس جونسون كما أعلن من قبل؟ بسبب فضيحة بارتي جيت أو فضيحة خرق قواعد الإغلاق العام بان جائحة كورونا التي ظلت تلاحق بوريس جونسون، من الصعب حاليا أن تقبل أخلاقيا ترشحه. لكن في السياسة لا شيء ممنوع ولا شيء مباح، كل شيء وارد. ريشي سوناك كان وزير الخزانة، أعطى مخطط اقتصادي، تراجعت عنه ليستراس عندما أصبحت رئيسة للوزراء، وبعد ذلك مع مجيء جيرمي هونت قام بمخطط ريشي سوناك نفسه.
وهدأ الاقتصاد بعض الشيء بعدما كان في تراجع سريع. ريشي سوناك يملك احترام بعد هذه الأزمة في الشارع البريطاني، ويملك احترام داخل حزب المحافظين، وبالتالي هل إذا ما ترشح هل سيستطيع إقناع أعضاء حزب المحافظين؟ نحن نتحدث ليس فقط عن النواب 357 نائبا من حزب المحافظين، نتحدث عن أكثر من 160 ألف من أعضاء حزب المحافظين.